من أقوى الهواتف في الطبقة السعرية المتوسطة الاقتصادية. رحبوا معي بـ A30 وريالمي 3. السلام عليكم شباب، معنا اليوم هاتفي رالمي 3 وسامسونج جالاكسي A30، حيث أن كلا الهاتفين يأتيان في الطبقة السعرية الاقتصادية المتوسطة، لذا سنقوم ما يشبه مراجعة لهاتفين في نفس الوقت ونقوم بمقارنة بين الهاتفين ونتعرف مع بعض على أفضل هاتف في هذه الطبقة. يأتي كلا الهاتفين بتصميم متشابه نوعا ما. في الواجهة نجد نوتش قطرة الماء، في الجالاكسي يكون انفينيتي يو، بينما في رالمي 3 يكون انفينيتي في. من الجهة الخلفية نجد كاميرات على اليسار، نجد مستشعر البصمة في الوسط تحته شعار سامسونج، بينما على الهاتف الآخر يكون شعار في الأسفل على اليسار. كلا الهاتفين بواجهة من الزجاج وإطار وخلفية من البلاستيك. سمك الجالاكسي هو 7.7 ملمتر، بينما الهاتف الآخر هو 8.3 ملمتر، ووزنهما تقريبا هو 175 غرام. بالنسبة للشاشة، يأتي الجالاكسي مع شاشة سوبر أمولاد بحجم 6.4 إنش بدقة 1080x2340 بكسل، تأخذ من الواجهة ما يقارب 85%، بينما رالمي 3 يأتي بشاشة 6.22 إنش من نوع IPS LCD بدقة 720x1520 بكسل، تأخذ من الواجهة ما يقارب 82%، كما أنها تأتي بحماية زجاج كورنين غوريلا غلاس 3. كلا الهاتفان شغالان على أندرويد 9 باي، حيث أن الجالاكسي يأتي مع واجهة سامسونج والرالمي 3 يأتي مع واجهة كولوروس 6 ومعالج ميديا تك هيليو P70، بينما الجالاكسي يأتي مع معالج إكسينوس 7904، حيث حقق على الأنطوتو ما يقارب 108,000 نقطة، بينما الهاتف الآخر حقق 137,000 نقطة. كلا الهاتفان يأتيان مع رام 3 جيجا بايت ومساعة تخزين داخلية 32 جيجا بايت، والنسخة ثانية 4 جيجا بايت رام و 64 جيجا بايت مساحة تخزين داخلية، كلاهما يقبلان زيادة ميكرو SD. يأتي الجالاكسي مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.7، وكاميرا ثانوية 5 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، بينما قارينو يأتي مع كاميرا 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 وكاميرا ثانوية 2 ميجا بكسل مع مستشعر أعلامه. كلا الهاتفان يدعمان تقنية الـ HDR وتصوير فيديوهات FHD. بالنسبة لكاميرا السيلفي، تأتي على الجالاكسي 16 ميجا بكسل وعلى الرالمي 3 13 ميجا بكسل، كلاهما تصوران فيديوهات FHD وبفتحة عدسة 2.0، غير أن الرالمي 3 يدعم تقنية الـ HDR ويأتي بحجم بكسل قدره 1.12 ميكرون. كلا الهاتفان يحملان منفذ سماعات، غير أن الصوتيات على الجالاكسي ستكون أحسن، ويأتي الجالاكسي مع منفذ ESP Type-C، بين الرالمي 3 يأتي مع ميكرو USB 2.0. كلاهما يأتيان مع مستشعر البصمة، ويتفوق الرالمي 3 بأنه يدعم تقنية الفيس أنلوك، يعني فتح وغلق الهاتف عن طريق الوجه. البطارية على الجالاكسي هي 4000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط، وعلى رالمي 3 هي 4230 ملي أمبير، تدعم أيضا الشحن السريع باستطاعة 10 واط. سعر الرالمي 3 في النسخة الصغرى هو $130، وفي النسخة الكبرى هو $160. على الجالاكسي النسخة الصغرى $190 والنسخة الكبرى $240 أمريكي. بالنسبة للتحليل، سنبنيه على بعض النقط. النقطة الأولى هي التصميم. أرى أن تصميم الرالمي 3 هو تصميم مميز جدا. نتحدث هنا عن اللون، عن التصميم الكلي، عن الوزن، غير أن في السمك يتفوق الجالاكسي. بالنسبة لشاشة الهاتف، أكيد سيكون التفوق للجالاكسي، ولكن الحماية على الرالمي 3 ستكون أفضل. بالنسبة للأداء، رأينا أن الهاتف تفوق عليه في الأنطوتو، ولكن الأداء إجمالا سيكون متقارب، غير أن الرالمي 3 سيكون متفوق بقليل في تشغيل الألعاب، في تشغيل كثير التطبيقات في آن واحد. أما عن الكاميرا، فأرى أن الجالاكسي سيتفوق في الكاميرا الخلفية، ولكن الرالمي 3 سيتفوق عليه في كاميرا السيلفي. النقطة ما قبل الأخيرة وهي البطارية، أرى أن أداء البطارية سيكون متقارب جدا في الهاتفين. والنقطة الأخيرة هي سعر الهاتف، ونرى تفوق للرالمي 3 في هذه الناحية. ويبقى الرأي الأخير لكم، شاركوه معنا في تعليقات هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.